السلام عليكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. اليوم هي تحديث قوي من فريق البورنيو سكيماتكس. التحديث يتضمن الآتي: بعد ما تشغل البرنامج عندك زر جديد أضافه الفريق، عفوا، هو سبورت للفلاشات، ملفات بايوز إلى آخره. نضغط من هنا راح يحولنا الأداة على صفحة أخرى. طبعا لما تثبت آخر تحديث ثبت للإضافات اللي موجودة معها، في إضافة الإنترنت إكسبلورر حسب ما معروف، والمايكروسوفت إيج إلى آخره، ثبتها كلها لأنك راح تحتاجها. ننتظر لها تفتح. طبعا أعتقد هاي أول مرة يعني تطور التحديث، راح نشوفكم في المثال عليها. مثلا حددنا هاتف انفينكس، راح نشوف الانفينكس هوت 10 بلاي. قبل عفوا نسيت ابلغكم، عندك اللابتوبات الحواسيب المحموله وعندك الهواتف النقاله الموبايل فون، راح تقدر تحدد الكثير من انواع، يعني راح تلقاها هنا الانفينكس الهواوي سامسونج الى اخره. راح اجربكم اعطيكم مثال. ندخل على الانفينكس، نحدد هاتف مثلا من القائمه للانفينكس، انفينكس هوت 10 بلاي، نضغط عليه، ننتظر، راح تظهر لنا صفحة أخرى، عفوا، نضغط هنا داونلود. بعد ما نضغط داونلود راح يعطينا حجم الملف اللي هو 1 جيجا وشوية تقريبا. تقدر تنزل 10 ملفات يوميا، لك حد 10 ملفات فقط. تضغط داونلود، راح يظهر لك مربع حوار جديد. انا صادفتني مشكله، حددت السيرفر الاول فخرجت من البرنامج وحددت السيرفر الثاني. مثل ما تشوفون ظهر لنا الملف، هاي معلوماته نقدر ندخلها، فيرموير وهاي اجزائه. تمام، نعمل رجوع. نضغط هاي 3 نقاط اللي هنا، هنا معلومات اضافيه على الملف، احيانا يظهر لنا احيانا لا. مثل ما اخبرتكم يعني قيد التعديل. طيب نضغط تنزيل، بعد ما نضغط تنزيل راح يطلع لنا مربع حوار وين تحفظها، نضغط سيف. سيف هو راح يظهر لنا مربع حوار. اعتذر شوي النت عندي ضعيف. هاي المستوى التقدم 0%، ما اعرف في عندي تهنيج بالحاسبة، ما اعرف ما السبب. هنا انطانا اي مكان نريد نحفظ هذا الملف، نحدد المكان ونعطي سيف. هذا كل ما بنمر، المسألة بسيطة جدا ان شاء الله. في الحواسيب المحمولة تضم عدة موديلات، ننتظر تفتح الواجهة عندنا، الأيسر، البينك، التوشيبا، الشاومي، السامسونج إلى آخره، وعندنا الهواتف مثل ما أخبرتكم. هذا كل ما بالأمر. هنا التحديثات بآخر الملفات. أعتذر طالع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.